ظاهرة نادرة أو نقدر نقول أول مرة تحصل، السماء هتشهد ضيف غير متوقع بالمرة، قمر صغير هيظهر في مدار الأرض لفترة من الزمن، يعني كوكب الأرض هيبقى في المدار بتاعه قمرين مش قمر واحد. الحكاية شكلها غريب قوي والتفاصيل كمان أغرب من الخيال. تعالوا نعرف إيه القصة في 5 بالعربي. كل يوم يظهر جديد على كوكب الأرض. العلماء بيأكدوا إن الفترة اللي جاية في تغير كبير هتشهده سماء الدنيا، في ظاهرة نادرة وضيف هيعدي على الكوكب كأنه بيزور الأرض في رحلة سريعة قبل ما يختفي تاني في أعماق الفضاء. مستعدين تتابعوا واحدة من أغرب الظواهر الفلكية اللي هتحصل قريب؟ تخيل معايا كده وانت في ليلة من ليالي الخريف تشوف السماء وفوقك مش بس القمر المعتاد، لا ده في ضيف جديد جاي يلف حوالين الأرض، ضيف حجمه صغير لكنه مش بسيط، كويكب أو زي ما بيقولوا عليه قمر صغير، هيبقى جزء من السماء بتاعتنا لمدة 2 كاملين. وده مش كلام من أفلام الخيال العلمي، دي دراسة حقيقية اتكلمت عنها صحيفة الجارديان البريطانية. الكويكب ده اللي اكتشفوه يوم 7 أغسطس باستخدام نظام أطلس اللي ناسا بتديره لرصد أي كويكبات ممكن تشكل خطر على الأرض، حجمه مش كبير قوي، حوالي 10 متر بس. علشان نكون واضحين، ده ولا حاجة جنب قمر الأرض اللي قطره أكتر من 3000 كيلو متر. لكن اللي بيميز الكويكب ده إنه جاي في رحلة قصيرة حوالين كوكبنا، وده هيحصل في الفترة من 29 سبتمبر لحد 25 نوفمبر، وبعدها هيغادرنا ويرجع يكمل مساره في الفضاء، وبالتحديد في حزام الكويكبات اللي بيدور حوالين الشمس. الدكتور كارلوس دي لافوينتي ماركوس، أستاذ في جامعة كومبلوتانسي في مدريد والمؤلف الرئيسي للدراسة، قال إن الكويكب ده جزء من مجموعة كويكبات صغيرة اسمها أرجونا. الصخور دي بتلف حوالين الشمس في مدارات قريبة جدا من مدار الأرض، وعلشان كده عندهم فرصة إنهم يزوروا الأرض من وقت للتاني ويكونوا أقمار مؤقتة. الجميل في الموضوع إن الكويكب ده هيبقى زي قمر صغير حوالين الأرض، لكنه مش هيعمل لفة كاملة حواليها، بمعنى أدق إنه هيقعد 2 وبعدين هيكمل طريقه. ودي مش أول مرة يحصل الموضوع ده، لأن الظاهرة دي حصلت قبل كده مرتين، سنة 1981 وسنة 2022. طب إزاي نقدر نشوفه؟ ماركوس وضح إن الكويكب صغير جداً علشان نقدر نرصده باستخدام تلسكوبات الهواء أو حتى المناظير العادية، لكن لو عندك تلسكوب محترف زي اللي بيستخدموه علماء الفلك ساعتها ممكن تبقى محظوظ وتشوفه. ودي مش نهاية القصة، العلماء كمان متوقعين إنه في المستقبل الكويكب ده ممكن يرجع تاني حوالين الأرض سنة 2055، يعني مش بس زيارة واحدة وخلاص، ده ممكن يكون في زيارات تانية. واللي بيخلي الكويكب ده مثير للاهتمام إنه بيعكس جزء من جمال وتعقيد الكون. الأرض مش بس كوكب عادي بيدور حواليه قمر واحد، لا، الفضاء مليان مفاجآت وزوار مؤقتين زي الكويكبات اللي ممكن نشوفهم في أوقات معينة، ويكونوا زي أقمار صغيرة بتلف حوالين كوكبنا. في النهاية الظواهر دي بتفكرنا قد إيه الكون واسع ومعقد، وفي حاجات بتحصل فوقينا طول الوقت سواء إحنا شايفينها أو لا، وكل زيارة زي دي بتفتح الباب لفهم أكبر للي بيحصل في الفضاء وحوالينا.